صينية لا يتجاوز عمرها السنتين دهستها صدفة إحدى السيارات، ودون أدنى رحمة سعى السائق للتأكد من قتلها وتركها مرمية على الطريق. هذا المشهد الذي حصل في الصين أثار موجة غضب عارمة وصلت أصداؤه إلى لبنان، وسط استنكار واستغراب للتبرير اللا إنساني للسائق الذي قال إنه يفضل دفع غرامة التعويض عن وفاة الطفلة والذي يقدر بحوالي 3000 دولار على دفع كلفة علاجها في حال بقيت على قيد الحياة، إذ قد يصل المبلغ إلى 10000. اللافت أيضاً وكما هو ظاهر في الشريط المنتشر حول الحادثة هو عدم اكتراث المارة للطفلة، والسبب يعود إلى حادثة مماثلة بطلها أحد القضاة الذي قام بمساعدة امرأة مسنة فقلبت مفهوم الحياة الإنسانية في الصين، إذ تمت محاكمته لأنه خالف القانون الذي يمنع التعامل مع ضحايا الحوادث. فهل يتصل ذلك بسياسة الحد من النسل في هذا البلد؟ وانطلاقاً منه، كيف يتم التعامل في لبنان مع مثل هذه الحوادث؟ في حالات صارت بلبنان، مثلاً في صبية عمرها 21 سنة عم تقطع الطريق من مالة الثاني بمنطقة بيروت، ضربتها السيارة، توفت. الأهل يعني الصادم كان ماشي بسرعة جنونية بمحل ما كان لازم، يعني مخالف للقانون، شاب صغير منه كبير بالعمر، عمره 18 سنه. الاهل حاولوا انه كانوا مرئين بوضع بمأساة كثير كبيره، اوكي اجوا حكونا دفع مصاري، وبذات الوقت انه هذا الشاب كان عنده حصاد بالجامعه لازم ما يبقى بالحبس. طلع بعد يومين ثلاثه، مثلا في حاله صارت بحالات من اسبوعين ثلاثه تقريبا، هي امراه ضربتها السياره وصارت كل العالم كل السيارات يعني ما وقف الصادم فل، وذات الوقت السيارات ما كانت عم تعرف شو عم يصير، واسراد كثير سريعه، صارت كل العالم تطلع على الجتي وصارت تطير الجتي من محل لمحل، نتيجه انه هذا الشخص ما وقف، ما اتصل بالقوى الامنيه، ممكن يكون حادث بسيط يصير حادث كثير كبير او مصاب، يمكن بنقدر نخلصه بعد دقيقه او دقيقتين او 5 دقائق، نتركه على الطريق يموت لانه نحن بدنا نهرب. اذا ما كان في محاسبه الوضع راح يضل مثل ما هو بلبنان وللأسوأ. فإذا كان القانون الصيني يمنع مساعدة الضحايا والقانون اللبناني يتساهل مع الجاني، فمن يوقف إرهاب الطرقات؟